وارتباطا بالموضوع ديال الأسئلة، للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئتهم. وفي إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية أو غير القانونية، تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة، هذا بخصوص موضوع التحريض. تم إفشال كل محاولات تحريض على الهجرة القانونية غير القانونية، التحريض على الهجرة غير القانونية. تم 152 شخصا أمام أنظار العدالة، تم إفشال كل هذه المحاولات، وشكل عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية ما يناهز 3000 شخص في هذا السنة.